سلامات حبايبي، أسهل من هيك وأحسن من هيك طريقة للتخلص من البلغم، احتقانات الجيوب الأنفية، احتقانات الحلق، جفاف الحلق، البلغم اللي في الرئتين، وجع الرأس ما بتلاكوا. ثلاث مرتبانات زي هيك، هاي هذا المرتبان ناخده ثلاث مرات في اليوم، بنوضع عليه جنجر أو الزنجبيل، إذا كان فيه زنجبيل فريش حطوا أربع شرائح من الزنجبيل، إذا ما كان فيه ملعقة من الزنجبيل المطحون، نص حبة ليمون أخضر مع قشرها مغسولة ومقطعة على شكل بسيط، وملعقتين من الزعتر أو الأوريجانو موجود فريش بتحطه فريش، موجود جاف بتحطوا ملعقتين من الأوريجانو الجاف، وإضافة إلى الموضوع ملعقة من العسل الحر، وبنضيف له المياه الساخنة وبنسكره بهذه الطريقة لمدة خمس دقائق. نيجي على طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام حتكون ثلاث مرات في اليوم، الفترة الصباحية بعد الظهر وقبل ما ننام. نفتح المرتبان، فبتلاحظوا البخار اللي طالع، اذا شايفين هذا البخار، لما سكرت المرتبان كان في ضغط، كان في تنفيس، يعني شايف تفاعلات، وقاعد الاعشاب هذه بتاعت الغازات هذه. هاي الغازات قبل ما اشربها بدي استنشق منها، واخد شهيق عميق ادخله من الجيوب الانفيه من الانف، احبس النفس هذا شوي في الرئتين في هالبخار هذا، واطلعه عن طريق الفم. بعمل هاي العملية خمس ست مرات. خلصت من عملية الاستنشاق في هاي الحالة، باخذ جزء من المياه هذه بتمضمض فيها لمدة دقيقة، وببزق اللي بتمضمضوا فيها، باخذ جزء من المياه هاي مدة دقيقة أقل شيء، بتغرغر فيها وبحط على الفوطة أو البشكير جزء من المياه هذه، ببلل البشكير في المياه هذه، وبعمل عملية مسح لمنطقة الجيوب الأنفية، لمنطقة الجبهة، لمنطقة أمام الذنين، خلف الذنين، الأنف لتحت، نظف المنطقة هاي كلها، الرقبة، المنطقة الخلفية من الرقبة، من الرأس، هاي المناطق هذه كلها بدي أمسحها في المحلول هذا اللي هو عسل. طبعا هذا لترطيب البشره، بس هذا مش موضوعنا. خلصت، يعني صرت ماخذ نص المرتبان تقريبا، والنص المرتبان الثاني بشربه. عمليه يكرروها ثلاث مرات بدون لا لف ولا دوران وبدون لا كلام زايد كثير. هذا حيخفف من وجع الراس، حيخفف احتقانات الجيوب الانفيه، حيخفف من المخاط، حيخفف من حساسية الأنف أو حساسية الرئتين، حيخفف من البلغم اللي موجود في الرئتين، حيعمل على ترطيب الرئتين بشكل جيد، اللي عندهم جفاف في الحلق وجفاف في الرئتين، هيعمل على تخفيف آلام البطن، صعر الهضم، حينظف القولون، حيعمل عملية تنظيفات كاملة. ثلاث مرات في اليوم، جربوها وادعوا لنا. تحياتي لكم، شكرا لكم، بس بتمنى منكم انكم تنفذوا. انتم بتعرفوا اي شغله بعطيكم اياها وبتنفذوها بتجيب نتيجه كبيره، فليش ما تستخدموا هاي الشغلات الطبيعيه الرخيصه البسيطه المتاحه اللي فعاليتها افضل من اي شيء ممكن تعملوه، وشغله متاحه في اي بيت ممكن تسووه. تحياتي لكم، شكرا لكم. الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتاهيل. سلامات.